تحطيب احد الاشكال الهامه جدا اللي فيها فعلا الهويه المصريه بتظهر بشكل قوي، وخصوصا بعد ما بقى ليها مهرجان خاص بيضم ابرز المحطبين. معانا على الهاتف الفنان احمد الشافعي رئيس مهرجان التحطيب بمحافظه الاقصر، هنتعرف منه على كافه تفاصيل هذا المهرجان. صباح الخير يا فندم واهلا بيك. صباح الخير يا فندم. كلمنا ازاي هتعرف يعني تعمل مهرجان يجمع عدد كبير من السياح ويجمع ايضا عدد من ابرز لاعبي رياضه التحطيب، وتخلي لهذا المهرجان يعني سمعه دوليه كبيره، زي ما بيقولوا كده الاغراق في المحليه يوصل للعالميه، هنعمل المعادله دي ازاي يا استاذ احمد؟ هو مهرجان التحطيب احنا بنقدم الدوره ال 12 السنه دي. هو المهرجان اللي اسسه المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي، واختار محافظه الاقصر على وجه التحديد، وانه يتم اقامه المهرجان في ساحه ابو الحجاج باعتبار ان هي الساحه الاشهر في محافظه الاقصر طبعا، ولان اللعبه بتقدم في الساحات والموالد في كل محافظات الصعيد ووجه قبلي. ساحه ابو الحجاج هي لصيقه بمعبد الاقصر بالظبط، ولان اللعبه تم توارثها منذ عهد الفراعنه، وتم اكتشافها من خلال النقوش الفرعونيه على المعابد ومقابر بني حزم في المنيا، فقصدنا ان احنا نقدم المهرجان بهويته وشخصيته وطبيعته كما يقدم في كل محافظات الصعيد. اللعبه مرتبطه بالاثر ومرتبطه بالساحه طول الوقت. لذلك كل محافظات الصعيد فيها لعبه التحطيب، وكل محافظات الصعيد مليئه بكم كبير من الاثار الفرعونيه، وتعد الاقصر هي المحافظه الاشهر والاكبر واللي فيها اكبر نسبه اثار فرعونيه في مصر وفي العالم. المهرجان بيقام في شهر 12 وبيتزامن مع تعامد الشمس على معبد الكرنك. المهرجان بيشارك فيه فرق فنون شعبيه بتزداد عددها كل عام. السنه دي كل فرق العصا في الصعيد مشاركه معايا، اعتبارا من بعد محافظه الجيزه لو قلنا بني سويف، المنيا، ملاوي، اسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، كله مشارك. كم فرقه تقريبا يا فندم؟ انا مشارك معايا 10 فرق يا فندم. عندي 7 فرق من الصعيد. مشارك معايا لاول مره فرقه الشرقيه للفنون الشعبيه، لان احنا عاملين حاله فنيه خاصه بالافتتاح والختام، ولان الشرقيه تعد يعني الاقرب الى حد ما وجه بحري من وجه ابلي، حتى دايما نقول في المثل الشرقي واولاد عم الصعيد. صحيح. المهرجان بيقام على مدى 5 ايام، مشارك معايا فرق من الالات الشعبيه، الفرق كلها تابعه لهيئه اصول الثقافه، لكن الجميل ان انا بتجيلي لعيبه تم توارث لعبه التحطيب، لان الفرق بتقدم العصا بعد استلهامها من التحطيب، بتقدمها في شكل رقص، في شكل استعراضي. لكن انا بقى معايا اللعيبه اللي بتقدم اللعبه كما تم توارثها، اللي هي اللعبه دي عنوانها الفرح والانتصار والاعتزاز بالشخصيه والقدره في الدفاع عن النفس وعن الجماعه والقوه، والعصا دي بتبقى جزء من شخصيه اللاعب. بيجي لي بقى لاعبين من محافظات الصعيد بيتم استضافتهم من خلال الهيئه العامه لقصور الثقافه، طبعا المهرجان ده بترعاه وزاره الثقافه ومحافظه الاقصر. المهرجان بيشارك فيه كم لاعبين كتير من محافظه الاقصر باعتبار ان احنا على ارض المحافظه، وبيشارك معايا لاعبين من سوهاج ومن قنا ومن المنيا. طب ايه الفعاليات اللي موجوده في المهرجان يا فندم؟ يعني ايه الانشطه لو اللي بيحصل في المهرجان على مدار 5 ايام؟ احنا بنبدا بخلاف حفل الافتتاح والختام، احنا بنبدا من الساعه 3:30 العصر، لان اللعبه دايما بتقدم في الساحات في الموالد وفي الافراح في التوقيت ما بعد صلاه العصر وحتى صلاه المغرب. دي بتتم لعبه التحطيب بمصاحبه المزمار، برضه المزمار والطبل الكبير يعتبر من الالات اللي تم توارثها منذ عهد الفراعنه. بتتم حلقه التحطيب، واحنا حتى الجمهور قاعد في حلقه، يعني احنا حتى مستوى الفرجه احنا عاملينه في شكل الحلقه اللي بيتم فيها التحطيب. بيقام التحطيب كما هو حتى صلاه المغرب، ثم بيتم صلاه المغرب، ثم بنستكمل تحطيب، ثم صلاه العشاء، بعدها بتبدا الفرق الفنيه تقدم في فنونها الاستعراضيه، وازاي اللي تم استلهام اللعبه دي في تقديم استعراضات. فبتشارك معايا الفرق
لمده 3 ساعات في عروض فنيه، بكل فرقه بتقدم لونها وبتقدم استعراضاتها صحيح الخاصه بلعبه العصا. ففي هويه خاصه جدا بهذا المهرجان احنا بنقدمها، احنا بنقول ايه الاصل وايه اللي دام صحيح دلوقتي في استلهام. صحيح استاذ شافعي، يعني انا عايز اسالك عن ردود الافعال، سؤالي الاخير سريعا يعني الاجانب ازاي بيبصوا لرياضه التحطيب او للفن ده؟ يعني الاجانب بينبهروا بايه تحديدا؟ في جملة صغيرة بس عشان يعني انتهاء الوقت المداخل. هو اولا المهرجان ده مهم جدا ان احنا نقول ان هو اكتسب شهرة عالمية عندما تم تسجيله بمنظمة اليونسكو عام 2016 كتراث ثقافي غير مادي. ثانيا ساحة ابو الحجاج هي ساحة في وسط الاقصر، فكل اللي بيمر على معبد الاقصر او معبد الكرنك بيعدي من قدام الساحة دي. فمبدئيا احنا بيبقى في دعاية كبيرة بنقدمها، والمحافظة بتسهل لنا ده وبتساعدنا فيه ان يكون في دعاية موجودة في الاماكن اللي فيها السياح، بالاضافة لان السائح وهو معدي لما بيشوف الحلقة وبيشوف الساحة بينزل ان هو يشوفها. كل محافظة الاقصر بتبقى عارفة توقيت المهرجان وبتيجي وبتدعو ناس وبتدعو ضيوفها بكم كبير طبعا جداً. هو زي ما حضرتك قلت يا استاذ احمد، هو مهرجان هام جدا، فكره الحفاظ على الهويه وان احنا كمان ننشر الثقافه دي بشكل عام شيء طبعا ايجابي ومهم جدا. نشكر حضرتك جزيل الشكر الفنان احمد الشافعي رئيس مهرجان التحطيب بالاقصر.